ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من ساحة التحرير الناشط المدني علي عزيز. مرحبا بك علي عزيز، ما المستجدات التي لديكم عن أعداد المتوافدين إلى ساحة التظاهرات في ساحة التحرير؟ أولا السلام عليكم وتحية عطرة لكم من ثوار وأبطال متظاهري ساحة التحرير. وعليكم السلام. معطرة بتراب التحرير. الله يبارك. وإن شاء الله الآن المدد جانا وصلنا، بلشت الناس تتوافد علينا بعد ما اندعينا وبعد ما أنتم كذلك مشكورين كل وسائل الإعلام الوطنية الشريفة اللي روجت لي دعواتنا واستجابوا لنا، والآن ساحة التحرير تغص بالمتظاهرين برغم عمليات القتل والمجازر اللي سووها فينا اليوم طبعا فضعوا فينا، سووا شيء مو طبيعي، انضربنا بانواع الغازات السامه بشكل مو طبيعي وبكميات مخيفه، انضربنا اليوم يعني بالالاف القناني الفاضيه يمكن تشوفها بالشوارع، شهداء عندنا كثير، جرحى عندنا كثير، اطفال عندنا استشهدوا خنقا، يعني وضع ماساوي جدا. اليوم كانت عمليه اباده ممنهجه لكل هذه الطاقات الشابه، للاسف ما استطاعت الحكومه ان تحتويها وان تخليها مثل ما يعني تخليها النقود هاي الطاقات، يعني هذه هي النخبه الخيره بشباب هذا البلد، فبدل ما تحتضنهم قتلتهم واليوم فضعوا بينا، اليوم فضعوا بينا. هل لك علي ان تصف لنا يعني مواقع القوات الامنيه وكيف تتعامل مع المتظاهرين الان في هذه اللحظه؟ الضرب علينا ما وقف نهائيا هذه اللحظه، وقبلها يمكن تنتابة نوع من السكوت والهدوء لمدة دقائق، يرجعون يضربونه، هم حاليا متمركزين بالجسور الأحرار والجسر الشهداء وكل هاي الجسور، يعني باستثناء جسر الجمهورية لا يزال هو هذا يعني قصد المظاهرات مالتنا، هو ساحة التحرير. جو علينا من ساحة الطيران تمركزوا، حاولوا يلتافون من السنك ويدخلون علينا، طبعا انت ابن بغداد يمكن المشاهد العربي من يسمع هذا الكلام يعرف احنا موجودين على امتداد هذه الفروع والشوارع الفرعيه كلها في المناطق من باب الشرجي وصولا الى باب المعظم. هناك اجتماع لقاده او زعماء الميليشيات مع قاسم سليماني، كيف تلقى المتظاهرون هناك في ساحه التحرير والمرابطون هناك والذين يعني يتلقون الرصاص الحي بصدور عاريه، كيف تصف لنا عزيمه المتظاهرين هناك مع ورود هذه الأنباء عن اجتماع زعماء الميليشيات مع قاسم سليماني؟ والله احنا طبعا هذا الشيء ما نتفاجئ من عنده نهائيا، كون اولا احنا عراقيين وعايشين في هالبلد وما نتفاجئ من هذا الشيء، هذا اجتمعوا هم الزعماء كطرف الف وقاسم سليماني طرف باء، فبس اكو مثل عراقي معروف يقول غراب يقول له الغراب وجهه اسود. نعم. واكثر من هذا ما عندنا كلام، احنا مستمرين بمظاهراتنا لكن نريد من خلال قناتكم الناشد المجتمع الدولي، الناشد الحكومات، الناشد البرلمانات الدولية العربية، التدخل العاجل والسريع لحقن دماء العراقيين وحقن أرواح العراقيين اللي تطلع نتيجة الغازات السامة اللي يضربون فيها. نطالب المجتمع الدولي والحكومات العربية والدولية بالتدخل العاجل والسريع قبل أن تصير مجازر بينا، وإحنا حاليا شعب أعزل لنقتل قتل، يعني قتل ما شافته ابدا صوره بالتاريخ هذا القتل. نشكرك شكرا جزيلا سيد علي عزيز الناشط المدني، كنت معنا من ساحه التحرير من بغداد، شكرا جزيلا لك.